يظهر أن راشد جاء مبكراً، فحركة البيع والشراء في السوق لم تبدأ بعد. راشد مربي ماشية جاء من الجبل الأخضر، لقد أحضر معه عددا من أغنامه ليبيعها في سوق نزوة. يشهد سوق نزوة إقبالا متزايدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، إنه وجهة رئيسية للمتسوقين في المنطقة الداخلية. أحمد أيضاً من سكان الجبل الأخضر، لكنه مزارع ومربي ماشية في نفس الوقت. يبدو أنه مهتم بشراء سلالات غير متوفرة في الجبل. تعرض في سوق نزوة كافة الصناعات الحرفية العمانية ومعظم المنتجات الموسمية. إنه واحد من أهم وأكبر أسواق عمان التقليدية، ويعتبر المحطة الأولى لتسويق منتجات الجبل الأخضر. يمكن مشاهدة منتجات الجبل الأخضر في هذا السوق حسب المواسم، مثل البوت والعنب واللوز والمشمش. عبد الله أيضا واحد من مزارعي الجبل الأخضر. لقد جاء محملاً بآمال ربح وفير عندما يبيع بعض حصاده من الرمان والثوم وماء الورد. يعرف عبد الله أن ما سيعرضه هنا لا يتوفر إلا في أراضي الجبل الأخضر. إن العائد الذي سيحصل عليه سيمكنه من شراء احتياجاته الاستهلاكية، مثل القنينات الزجاجية لتعبئتها بماء الورد، وبعض فواكه المناطق الحارة مثل التمور والمانجا، وهما من أكثر فواكه الصيف استهلاكا في عمان ولا تزرعان في الجبل الأخضر. يتزود سكان الجبل بمؤنهم المعيشية على فترات متقطعة، إذ ليس مجديا أن يترددوا يوميا على السوق، خاصة مع وعورة الطريق الرابطة بين الجبل والسوق. حان الآن وقت العودة إلى الجبل الأخضر، ولكن ليس قبل ملء السيارة بكل الاحتياجات. يجب الوصول أولاً إلى نيابة بركة الموز، إنها قريبة جداً والطريق إليها سهلة واعتيادية.
تعتبر بركة الموز بوابة الصعود إلى الجبل، إذ أن الطريق تبدأ من هناك حيث يقع سفح الجبل. هنا عند حصن بيترديدا تبدأ انطلاقة الصعود. يبلغ ارتفاع الجبل الأخضر 10,000 قدم عن سطح البحر. لا يمكن الصعود إلى الجبل إلا بواسطة سيارات ذات دفع رباعي. مسافة الطريق لا تتعدى 35 كيلومتراً، لكنها ذات منحنيات ومنحدرات صعبة. لا بد إذن من الانتباه وقيادة المركبة ببطء شديد، خاصة عند النزول من الجبل. يفاجأ زائر الجبل الأخضر بهضبته الواسعة وكثرة القرى فيه. لقد تم ربط القرى بشوارع مسفلتة تسهيلاً لتواصل السكان فيما بينها. تشكل منطقة سحقطنة مركزاً حضرياً يتوفر على كافة المؤسسات الخدمية والاجتماعية. يتميز الجبل الأخضر بطقس معتدل يميل إلى البرودة طوال العام، بل تنخفض فيه درجة الحرارة شتاءً إلى ما دون الصفر، وتعتبر التساقطات المطرية هنا شبه متواصلة على عكس باقي المناطق العمانية ومعظم طقس شبه الجزيرة العربية الحار. يسكن عبد الله في سيق أكبر قرى الجبل الأخضر، وتقع على منخفض بخلاف القرى الأخرى، لذلك تقل الحاجة هنا إلى استخدام المدرجات الزراعية المنتشرة في الجبل. يعتمد السكان في دخلهم الرئيسي على الزراعة رغم قلة المساحات المستصلحة. أشهد أن لا إله إلا الله. منذ الصباح الباكر يبدأ عبد الله عمله اليومي. عليه أولاً أن يوفر الحليب لإفطار الصباح. اقتنع ساكنة الجبل الأخضر منذ القديم بأن غذاءهم اليومي يجب أن يكون من نتاج بيئتهم، لذلك فهم يجمعون بين الزراعة وتربية الماشية. يزاول السكان مهنهم التقليدية بأنفسهم، إذ عادة ما يتعاون أفراد الأسرة الواحدة فيما بينهم. يمكن القول بأنهم حريصون على تناقل مفردات مهنهم التقليدية في النطاق العائلي فقط.
تمثل هذه القناعة نمط حياة وليس فقط مصدر رزق وفير. لذلك فإن الامتداد الحضري الذي يشهده الجبل باستمرار وما وفرته حياة التطوير والتحديث من فرص عمل جديدة لم تؤثر على أسلوب إدارة السكان لأعمالهم التقليدية. يحرص عبد الله على تناول إفطاره مع أولاده وأحفاده. مثل هذه الحميمية لم تعد متوفرة لسكان المدن. حليب الأغنام وخبز الرخال المرشوش بالسمن البلدي والعسل إفطار يمد ساكنة الجبل بطاقة كافية لمواجهة الطقس البارد. على الأقل ما تزال وجبة الإفطار هذه هي السائدة بين أفراد المجتمع رغم ما طرأ من تغيير أو تنويع في أصناف الوجبات الأخرى. تضاريس الجبل الأخضر صعبة جداً ولا تسمح بالامتداد الزراعي، لكن الإنسان ابن بيئته، فقد ابتكر سكان الجبل أسلوباً يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع إمكانياتهم للاستصلاح الزراعي. في قرية سيق مثلاً تتم الزراعة على حواف الوادي، ويبذل المزارعون جهوداً كبيرة لإزاحة الصخور والأحجار. إنهم يحاصرون مسار الوادي في أخدود ضيق لكنه عميق، مما يكسبهم المزيد من المساحة الصالحة للزراعة. يستغل المزارعون كل شبر ممكن من الأراضي. في هذه المساحات الضيقة تزرع أنواع عديدة من الأشجار المثمرة المتكيفة مع الأجواء الباردة. إذا كانت أشجار الفاكهة والورد تشكل مصدر الدخل الرئيسي، فإن المساحات المتوفرة بين هذه الأشجار تستغل أيضاً لزراعة محاصيل حقلية كالذرة والقمح والثوم والعدس. الأراضي الزراعية هنا شحيحة للغاية، لكنها بالمقابل مربحة جداً. لذلك يستحيل بيع القطع الزراعية إلا فيما بين أفراد الأسرة الواحدة، إنها أراضي متوارثة. يتخطى سكان الجبل هذه العقبة بإجراء عمليات كراء، فهناك من يزرع وهناك من يحصد، وهو ما يعرف محليا بموسم الطنا. من يزرع الرمان أو الورد مثلا يقوم بتأجير الحصاد للآخرين الذين يتكفلون بعمليات الجني والتسويق، وهي عملية تتم بحسب الموسم وفي عمليات مزايدة سنوية وليست اتفاقاً ثابتاً.
الشريجة قرية صغيرة، لكن أسلوب المدرجات الزراعية زاد من عدد القطع الصالحة للزراعة. كانت المدرجات في الشريجة تصل إلى سفح الجبل. لقد مر من هنا أجداد كثيرون. لم تعد الشريجة اليوم قادرة على التوسع الزراعي بسبب قلة المياه. إن ازدياد عدد الساكنة في الجبل الأخضر وقلة التساقطات المطرية في شبه الجزيرة العربية عموماً أثرا بشكل مباشر على كمية الاستهلاك اليومي للمياه. تأتي المياه من أعلى الجبل، من تجمعات تمثل خزانات دائمة لمياه الأمطار. تبذل الدولة اليوم جهوداً كبيرة لتوفير المياه وتحسين كيفية الانتفاع بها عبر ترميم السواقي والبحث عن مزيد من المياه الجوفية. عيسى مزارع مسن ولا يجد صعوبة في النزول والصعود على هذه الدرجات الوعرة في قرية الشريجة. يهبط عيسى يومياً على المدرجات. يتقاسم المزارعون حصصاً محددة من المياه حسب نظام توزيع الحصص المتبع في الأفلاج العمانية. تقسم مياه الفلج على ملاك الأراضي، كل حسب مساهمة كل منهم في إجراء الفلج أول مرة، وهو ما يعرف محلياً بتسييح الفلج. يحصل المساهمون على حصصهم من الماء مرة في الدورة الواحدة. تجري الأودية سريعاً في الجبل الأخضر بسبب التساقطات المطرية المتكررة وتضاريسه الصخرية، لكن كميات كبيرة من هذه المياه تفقد قبل الاستفادة منها. بإنشاء السدود تمت محاصرة المياه الضائعة. يوجد اليوم في الجبل أكثر من 30 سداً مائياً. يحرص مزارعو الجبل الأخضر على استخدام السماد الطبيعي، وهذا سبب آخر يزيد من شهرة منتجاتهم وجودتها. تشتهر الشريجة بزراعة أشجار الورد أكثر من الرمان وباقي الأشجار الأخرى. واضح أن البقع الزراعية صغيرة جداً، لكن تربتها غنية بالمواد العضوية، لذلك تنمو هنا المحاصيل الحقلية إلى جانب الأشجار المثمرة والخضروات، وتنتج حصاداً وفيراً. يجري فلج سيق في مسار مرتفع بمحاذاة الوادي، لكن ساقيته اليوم تم ترميمها وتسقيفها لئلا يدمرها الوادي بقوة جريانه
وما يحمله من أحجار كانت تتسبب في اختناق الساقية ومنع تدفق ماء الفلج. عندما تتعدى الساقية مسار الوادي وتصبح آمنة، تكشف للجمهور من أجل الاستسقاء والغسيل والري. ما في مثلا يعني في مكان الا في جبل الاخضر في ناحيه البروده وشجاره ايضا متخصصه، ما مثل النخيل واشباه ذلك، ان له عادات. اولا ان في وقت الموسم ابتدى معنا اول موسم ماء الورد، الزهور نقطفه ونصنع الماء الورد ويتم يستغرق شهر كامل، ثم بعد يبدا المشمش، ثم بعد في عاد الفواكه الثانيه مثلا الخوخ والعنب والتين والرمان والجوز واللوز، هذا معروف، هذه في أنحاء السلطنة معروف في أنتاج جبل الأخضر. فهو حقيقة الأمر أنه في إذا استوى للجو بارد أكثر هو زاد أفعالياته، كل ما يستوي له في وسط أثماره يستوي الأمطار، هو قادت أثماره وقادت. وهو معروف في جبل الأخضر كل معروف إن يعني شجارة كل فواكه من الفواكه مو مختلفة من أي فاكهة الذي هي تعمل، لكن للأسف في استوى جفاف فيه، فلكن الحمد لله رب العالمين استوى زين ومنتوقة، وخاصة بالذات في هذا الوقت منتوقة طلع وراح إلى خارج السلطنة. إذا كان الرمان مصدر الدخل الرئيسي في قرية سيق، فإن دخل المزارعين في الشريجة يعتمد على أشجار الورد. توجد في الشريجة اليوم أكثر من 5000 شجرة ورد. هذه شجرة الورد نسقيها تبتدي من شهر 12 إلى شهر 6، 16 إلى شهر 8 نسقي هذا الورد، من شهر 8 إلى شهر 12 نقطعه، لأنه لا قطعناه وسقيناه ما قطعناه ما يثمر، هذا القانون من هذا الورد. يمتد موسم قطف الورد ما بين مارس ومايو، لكن شهر أبريل هو أخصب فترات الإزهار. في شهر أبريل يشيخ الورد، هكذا يصفه زارعوه عندما يكثر ويفيض. يقطف الورد على فترتين، أول الصباح عندما يتفتح نورها حيث يتسارع أفراد الأسرة جميعا لقطفه قبل أن تباغتهم شمس الضحى، وفي المساء قبل غروب الشمس حيث يعودون ثانية لاستكمال فترة القطف اليومية. من طبيعة الورد أن يقطف أول ما يتفتح، إذ لا يمكن تركه على الشجرة لليوم التالي لئلا يفقد بعض رحيقه ويجف، فلا يجود بكامل خلاصته. شكرا.
يلتقي المزارعون فترة الضحى لتناول القهوة. في العادة يأتي كل منهم حاملاً معه جزءاً من مكونات القهوة كالرطب أو التمر والمانجا، وهي من ثمار أشجار لا تزرع في الجبل الأخضر. أنت تحكي عن كم سقيته هنا؟ كم؟ 20 يوم. يمثل وقت القهوة مناسبة للقاء بين المزارعين والجيران والزوار أيضا. إنه مناسبة للاسترخاء وتجديد روح التعاون والتواصل بين أبناء القرية الواحدة. لحم وقابل مقمشة وصاد منه وعقة وتسوى في هذا المكان وراح فيه إلين وصل في وقوف عرفة وطا يعني. فلما فرشه جاب لقرم هلاه وسواها في داخل غداء، وعندها ملة هلاك برمة سوي في لحم. تنتشر مصانع تقطير الورد التقليدية بكثرة في قرية الشريجة، وتبقى نيرانها مشتعلة طوال شهر أبريل. تبنى المصانع داخل المنازل بالطين والفخار. تسمى هذه الفتحات بالبرم، وتحشى بالورود، ثم يوضع وسطها إناء نحاسي ليتساقط داخله ماء الورد المقطر. تغطى البرمة الفخارية بإناء نحاسي ويصب فيه الماء البارد. تستمر عملية التقطير الواحدة مدة ساعة كاملة. عندما تتصاعد رائحة الورد المقطر تمتصه جدران المنازل في الشريجة، وتصبح ذات رائحة عطرة كأنها قد غسلت بماء الورد. يبقى حرفي التقطير في المصنع لا يغادره طوال اليوم، ولا يلمس بيديه أي مواد أخرى غير الورد وأدوات التقطير، لئلا يتسبب في تغيير رائحة وطعم الورد المقطر. يجمع ماء الورد في أخراس فخارية تبقى مغطاة طوال 90 يوماً في غرف مغلقة وباردة. تسكب في قنان زجاجية استعداداً للتسويق. يصل سعر الزجاجة الواحدة من ماء الورد الجبلي إلى 7 ريالات، ويدخل في صناعة الحلوى العمانية وبعض التركيبات العطرية التقليدية، ويكاد لا يخلو منه منزل في عمان. يمثل الرمان في الجبل الأخضر المحصول الاقتصادي الأول للمزارعين، ويتميز بحلاوة ثماره وزيادة اللحم وقلة الجزء المتخشب بالثمرة،
إنه من سلالة فاخرة جدا وكبيرة الحجم. يتسابق محبو رمان الجبل على شرائه في الموسم، بعضهم مستهلكون محليون وبعضهم الآخر يأتي من خارج عمان. يبدأ موسم قطف الرمان ابتداء من نهايات شهر أغسطس وإلى نهاية سبتمبر، ويلقى إقبالاً واسعاً من المستهلكين بفضل السمعة المتداولة عن مذاقه الفريد. يشحن رمان الجبل الأخضر إلى سوق نزوة ويباع في حلقات المزايدة. يعتبر سعره مرتفعاً على الدوام، حيث يصل سعر البيع إلى ريال عماني للثمرة الواحدة. يهتم عبد الله مثل غيره من مزارعي الجبل الأخضر بتعبئة الرمان في صناديق خاصة تحمل اسم المزرعة ومكان الإنتاج، ويتم في السوق طرح المنتج ضمن مزايدة عامة. يتوزع سكان الجبل الأخضر في مجموعة من القرى، كل منها ذات ميزة خاصة بها تخضع لعوامل طبيعية حددت مستقبل ساكنيها الحرفي من زراعة ورعي. تطل قرية المناخر مثلاً على واد سحيق وضيق جداً، بحيث لا يتعدى عرضه 30 متراً في أوسع مساحاته. استغل سكان المناخر هذا الوادي لزراعة أشجار معمرة كالجوز واللوز والفستق وأشجار الكمثرى والمشمش والسفرجل على ضفتي الوادي الطويل. طبيعة الجبل الأخضر شبيهة بمناخ مناطق البحر المتوسط، مما يسمح بزراعة أشجار مماثلة لا يمكن زراعتها في السهول العمانية الحارة. لا يمكن لنا معرفة التحديات التي واجهها سكان الجبل الأخضر لتأمين حياة منتجة
إلا إذا هبطنا إلى الأراضي الزراعية التي استصلحوها من العدم. إن التجول داخل المزارع بحد ذاته متعة كبيرة، لذلك علينا تقدير الجهد المضني الذي بذله ساكنة الجبل الأخضر في توفير غذائهم اليومي بعدم العبث بالثمار أو الأشجار واحترام خصوصيات المنازل التي نمر بين دروبها الضيقة. تقوم مراكز البحوث الزراعية في الجبل الأخضر بتنفيذ دراسات علمية على أرض الواقع للحفاظ على أنواع الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية للجبل وإدخال أصناف جديدة إليها مما يتلائم وتقصى الجبل الأخضر. وقد بيّنت النتائج عن إمكانيات كبيرة لاستثمار التوسع الزراعي فيه بأصناف مميزة وذات مردود عالي الجودة كالزيتون والزعفران والتفاح والبرقوق وغيرها من فواكه الأجواء الباردة. هنا في المناطق الأكثر ارتفاعاً من الجبل الأخضر يسكن ريفي الجبل الذين يعمل معظمهم في تربية الماشية. يشكل الجبل الأخضر أرضاً خصبة لنمو نباتات وأشجار عديدة قد لا ينمو بعضها في أماكن أخرى من عمان نظراً لاختلاف الطقس، وبعضها الآخر يعتبر نادراً لا يتوفر إلا هنا. بالنظر إلى عزلة الجبل وارتفاعه الشاهق كان دائماً محط أنظار علماء النبات الذين اكتشفوا أعداداً منها تنتمي إلى بيئة الجبل الأخضر فقط. تستخلص من أشجار الجبل مجموعة من أدوية الطب الشعبي تلقى إقبالاً متزايداً من المستهلكين، خاصة المتعلقة منها بمعالجة الأمراض الهضمية والجلدية. بعض تلك الأدوية نجدها معروضة في قنان زجاجية يبيعها الأطفال على جوانب الطرق الرابطة بين قرى الجبل الأخضر. إن أشجار الجعدة والشوع والعتم والبوت والعلعلان الضخمة منتشرة هنا بكثافة وتشكل مراعي ممتازة للماشية. وينتشر العلعلان في الجبل الأخضر كالغابة، ويستفاد من نجارته لتوفير زيت عطري، وتدخل أوراقه في استخدامات الطب الشعبي. يبني سكان الريف مآوي خاصة لماشيتهم حماية لها من الطقس البارد. قال هنا
يهتم سكان الجبل بالماعز أكثر من الضأن لقدرتها على تحمل التضاريس الجبلية من حيث رشاقتها وتمكنها من التسلق بخفة وسهولة. يقع منزل راشد في الريف على حافة جبل. إنه يعمل على تربية الماشية ويملك قطيعاً لا بأس به، ويمثل الدخل الرئيسي لديه مثلما هو الحال عند بقية سكان الريف. يصرح راشد ماشيته منذ الصباح الباكر وبشكل يومي. في الريف لا توجد أراضي مزروعة، لكن النباتات والأشجار المتوفرة هنا تمثل غذاء جيدا وطبيعيا للرعي. يقود الرعاة أغنامهم إلى المراعي المفتوحة ويتركونها حتى المساء، حيث تعود لوحدها مآويها. رغم قساوة تضاريس الجبل، إلا أن الأغنام تنساق بسهولة في هذه المنحدرات وتتلمس طريقها بواسطة صوت الراعي الذي يقودها بنغمات معينة إلى حيث يوجد النبات والأشجار الصالحة للرعي. يقطع الراعي مسافات طويلة في اليوم متتبعاً أغنام ومحدداً طريقها نحو المراعي الخصبة ومياه الشرب. إنه معتاد على طوي المسافات الجبلية بخفة ويسر. سلاحه عصا يتكئ عليها وسكين حادة تعجل بذبح التي لم تعد قادرة على مواصلة الرعي. يتعاقد بعض أصحاب المواشي مع رعاة متخصصين يسرحون الأغنام معا في مجموعة كبيرة. هؤلاء الرعاة ذو خبرة واسعة بأماكن الرعي الخصبة وكيفية الاهتمام بالأغنام، وكل راع يقود قطيعه بنغمة صوتية مميزة. كانت هذه الأطلال إلى زمن قريب منازل تعج بحياة ساكنيها في وادي بني حبيب قبل انتقالهم إلى مباني حديثة تتوفر فيها متطلبات العصر من ماء وكهرباء. لا يمكن تفويت فرصة مشاهدة هذا الوادي عند زيارة الجبل الأخضر. يزدحم المكان بالسياح المقيمين والقادمين من خارج عمان لزيارة وادي بني حبيب.
تعرض في هذه القنينات أنواع مختلفة من منتجات الجبل الأخضر مثل ماء الورد والمستخلصات العطرية الأخرى ونبات الزعتر. توجد في الجبل مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية والاستراحات، لكنها ما زالت حتى الآن لا تغطي الطلب المتزايد على الأسرة الفندقية، إنما الحركة الإنشائية القائمة في الجبل تبشر بزيادة أعداد المآوي السياحية. أيوة، تم حجز لك الشقة. ما في مشكلة، مرحبا فيكم الجبل الأخضر. نبيل شاب من سكان الجبل يساهم في إدارة نشاط سياحي عائلي ويعمل أيضا كمرشد سياحي، إذ يقود مجموعات المتسلقين وهواة الكهوف ومحبي المشي على الطرقات الجبلية، بالإضافة إلى السياح الاعتياديين الذين غالبا ما تكون وجهتهم وادي بني حبيب بظلال أشجاره الباسقة. داهمنا الشتاء الآن، درجة الحرارة في الجبل الأخضر تنخفض إلى ما دون الصفر، وها هي أرضه تكتسي بلون الثلج. لا مفر إذن من لبس الثقيل لمواجهة البرد الشديد أو العودة ثانية إلى الجبل الأخضر في الصيف القادم، حيث البعوضة تصبح أقل.